قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك أزمة كبيرة في العالم لها تأثيرات كبيرة على كل الدول وليس مصر فقط، سواء في الطاقة أو في سلاسل الإمداد والأسعار. وشدد الرئيس السيسي في كلمته أثناء زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة على أن مصر لا تعاني من أي مشكلة فيما يخص توفير السلع الأساسية، مشيرا إلى أن توفير احتياجات المواطنين يتم بشكل مستقر وآمن لشهور طويلة. اتفق قادة الناتو أثناء اجتماعهم الطارئ المنعقد في بروكسل على تعزيز الجناح الشرقي للحلف من خلال نشر 4 كتائب عسكرية في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا ليصبح لديه 8 مجموعات قتالية. وقال الناتو في بيان إنه سوف يزود أوكرانيا بالمعدات القتالية للتعامل مع أي هجمات كيميائية، مشددا على أن أي استخدام روسي للأسلحة المحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة. إلى ذلك طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف الناتو مساعدات عسكرية غير محدودة لكي تتمكن من مواجهة الجيش الروسي، متهما موسكو باستخدام قنابل فوسفورية في أوكرانيا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا وحكومتها بمبالغ كبيرة ومتنامية من المساعدات الأمنية ودعم حقها في الدفاع عن النفس. ورحب بايدن بالخطوات التي اتخذها العديد من الحلفاء لتقديم الدعم الدفاعي لأوكرانيا وتأكيد الالتزام بمعدات إضافية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. أكدت الصين رفضها محاولات الولايات المتحدة تحميلها أي مسؤولية تتعلق بأزمة أوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن تتسبب في الأزمات ثم تحاول الاستفادة منها. وشددت وزارة الدفاع الصينية على ضرورة عدم تجاهل التهديدات الناجمة عن الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً بحضور وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري. وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها، مضيفا أن الحكومة تعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها. واصلت وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 38 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 71,500,000 جنيه. وضبطت الوزارة معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من 56,500,000 جنيه.